السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناه مطبخ سميره. اليوم البنات غندير لكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه، بسيطه، مواد بسيطه، ما فيها لا فلان لا حتى شي حاجه معقده، سهله، كتجي واحد التحليه اللي رائعه. بقاو معايا وشوفوا المقادير والطريقه ديال التحليه، وما تقولش عيب لايك عجبكم تبع الحال، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، وكنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا خير وفرجه ممتعه. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه للمرحله الاولى في هذه التحليه، عندي لتر ديال الحليب، عندي 120 غرام ديال الدقيق، الدقيق العادي او الفارينه كل واحد كيسميه او الطحين، 120 غرام ما يعادل كاس ديال العلبه وربع. عندي 100 غرام ديال الزبده، من الافضل تكون نوعيه جيده. عندي واحد الساشي ديال الفاني، الا عندكم السائل كيكون افضل. عندي 80 غرام ديال السكر ما يعادل واحد ربع معالق كبار، عامرين مزيان، اللي كتعجبو الحلاوه اكثر يقدر يزيد. قبصه ديال الملح. صافي، غنمشيو للطريقه اللي سهله جدا. الاول كندير واحد الطنجره، كندير فيها داك 100 غرام ديال الزبده، غادي نخليها حتى كتذوب، كنخليها حتى تذوب، عاد كنضيف لها داك الدقيق. صافي، ملي دابت هذاك الزبده غادي ندير هذاك، نضيف هذاك الدقيق، وغادي نخلطو حتى كينسجم مزيان مع هذاك الزبده بهذه الطريقه. نخلط مزيان هذاك، حتى كتشرب هذاك الدقيق كيشرب كلشي هذاك الزبده. دابا غنضيف الحليب شويه بشويه وكنخلط حتى كينسجم هذاك الحليب اللي درت، كنضيف عاود القليل وكنخلط حتى كينسجم، وكنستمر هكذا حتى نكمل هذاك الليتر ديال الحليب. كما قلت لكم، كل مره درتو واحد تقريبا واحد الكاس ديال الحليب، كتستمروا في التحريك، كتحركوا حتى كيبقى هذاك كينسجم هذاك الحليب تماما مع الدقيق، وكتضيفوا عاود الحليب وكتحركوا حتى كينسجم مره اخرى، حتى كتكملوا هذاك الليتر ديال الحليب. ملي كتكملوا هذاك الليتر ديال الحليب، الا بقى لكم كتحركوه مزيان على نار متوسطه، الا بقى لكم فيه حبوبات ديال الدقيق، اما كتصفيو اولا كتحنوا بهذيك الطحانه اللي كتكون هكا يدويه، اولا ما عندكمش طحانه كديروها غير في كتصفيو، كتحيدوا هذيك الحبوبات ديال الدقيق وكترجعوا للنار. كتصفيه غير هاد الطحانه باش الا فيها شي حبوبات ما يبقاوش. اللي ما عندهاش طحانه، هاد الطحانه كما قلت لكم كتصفي غير فواحد المصفات، صافي. الا بقى فيه شي حبوبات باش ملي ناكلو ما يبقاش فيه هذاك، الا بقى فيه شي حبوبات صافي. دابا غادي نكمل معكم المراحل، كتستمروا بالتحريك والنار كديروها متوسطه باش ما يتسقلكمش في قاعه ديال الطنجره. غنضيف دابا هذاك السكر والفاني، قبصه ديال الملح، صافي. كتستمر حتى غادي يغلى الخليط، طريقه راه بسيطه، حتى انا المقادير كما شفتو، وكتجي واحد التحليه اللي زوينه بزاف، ما نحتاجو لا كريمه لا نشا لاي حاجه معقده. صافي، كنستمر في التحريك حتى كيبدا كيطبخ كيعقد معايا هكذا. صافي، دابا غادي نطفي عليه. صافي، دابا ملي عقد كما قلت لكم كنطفي عليه، غادي كنجيب واحد المول، اما كديرهم فرديين، انا غندير غير واحد المول، نتوما اللي بغيتو ديروهم فرديين كديرهم فرديين، كان غنديرو في هذا المول، غادي نخوي فيه هذا الخليط. صافي، ملي خويته في المول دابا غادي نخليه على سطح العمل حتى كيعقد معايا، عاد كندير الطبقه اللي كتكون الفوق. بالنسبه باش كتحيدوا الشكل، بغيت يبقى لكم فيه شي حبوبات ديال الدقيق، كتصفيهم اللي كتخويوه هنايا، صافي، وكتكونوا مرتاحين، يعني ما كدوز لكم حتى شي حاجه. صافي، دابا غادي نخليه حتى غادي يبرد وغادي نجمعكم. صافي، ملي كتكون التحليه ديالنا بردت واحد نصف ساعه، انا دخلتها شويه للثلاجه باش كيعقد مزيان. عندي هنايا 200 مليلتر ديال الماء عادي باش نديرو الطبقه الثانيه. غنضيف ملعقه كبيره مليئه بمايزينا او مايزينا او نشا، عفوا مشات ليا. صافي، غادي نخلطهم مزيان مابقاش هذيك الحبيبات، غادي نخليها على جنب. عندي هنايا 90 غرام ديال السكر ما يعادل اكثر شويه من نصف كاس، غندير به كراميل. نجيب واحد المقلاة اللي ما كيكونش كتكون ناشفه،
كندير فيها داك 90 غرام ديال السكر، غادي نخليه حتى كيولي بحال الكراميل. صافي هو السكر بغا حتى كيذوب كيولي بحال الكراميل، غادي نخليه حتى كيذوب تماما وكيولي هكذا بني. صافي ملي كيذوب هكا السكر غنزيد واحد ملعقه كبيره ديال الماء، ما تكحزوش عند المقلاه، واحد ما يعاد واحد 10 مليلتر ديال الماء. صافي كتحركوا حتى كينسجم، يقدر يتحجر لكم، الا تحجر كتبقى كتحركوا حتى كيرجع عاود سائل، حتى غير ما تقربوش المقلاه، وكديروا ملعقه خشبيه باش ما تحرق لكمش يدكم. صافي ملي كينسجم هذاك الماء مع هذاك الكراميل، دابا غندير هذاك الماء اللي كنت درت فيه النشا او المايزينا. غادي نستمروا بالتحريك حتى كيعقد معايا الخليط وكيولي كراميل. صافي ملي كيتخلطوا حتى كينسجم هكذا بهاد القوام، كتجيبوا هذاك التحليه اللي كنا درنا اللي تكون بردات كما عقدات وكتشوفوا ماسك راسها. صافي دابا غندير عليها هاد الكراميل، غادي نوزعوا عليها كلشي غير تكمل هاد الكراميل كديرو باش ما. صافي ملي وزعت كلشي على الوجه هكذا غنديرو مخلي في الثلاجه حتى كيبرد تماما معايا هاد التحليه، وغادي نرجع معكم. هاي البنات التحليه ديالي من البردات كي كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه وكتجي كريميه كما شفتوا، المقادير بسيطه ومع ذلك كتجي زوينه. انا عاد زربت عليها بقى خصها عاد تبرد، كديروها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان، عاد كتقدموها كتجي اكثر من رائعه. كما قلت لكم تقدروا ديروها في المول فرديين، تقدر ديروها كف واحد المول كتجي اكثر من رائعه. غادي نوري لكم القوام ديالها كي كيجي اكثر من رائع البنات، عليها هذاك الكراميل وهذيك التحليه اللي كتكون تحت كتجي بحال كتجي كريميه وكتجي لذيذه. اتمنى تجربوها وتعجب لكم، وانا متاكده غتعجب لكم، وتخرج عليا بلايك الا عجبكم، تابعوا الحاج بارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب. كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خيرا، حتى الفيديو اخر ان شاء الله وصفه جديده، والسلام عليكم.